بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وبعد الحمد لله الذي احمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعه عرشه ومنه وفضله وكرمه واصلي واسلم على اول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اعزائي المشاهدين ارحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين الشريعة والقانون بنعتذر عن اللخبطة اللي حصلت في الأسبوعين الماضيين للتأخير فلأمور والله خارجة فسامحونا فيما حدث وبإذن الله نعوض اللي كنا هنقوله أو اللي كان يجب يتقال يعني مع بعض الأحداث اللي حصلت لكن ما زالت موصولة ونتكلم فيها مع حضرتكم برنامجنا بفكركم بين الشريعه والقانون شريعه الله فيما نحكم به والقانون الذي نحكم به متى يلتقيان امتى بيفترق او يختلف عن بعضهم الاخر عشان نرد على الذين حرموا على الناس عيشتهم ان ده حلال وده حرام ويحرم ويحلل بغير أمر ولا هدى كل هدفه ينغص على الناس عيشتهم والالتقاء بين الشريعة والقانون موجود في نواح كثيرة شفنا القانون المدني شفنا قانون الجنائي شفنا قانون الدولي شفنا قانون المرور الأمور كلها لها صدى في الشريعة لكن مع تطور المجتمعات تطور القانون طب هي الشريعة بتتطور؟ نعم الشريعة بتتطور مع كل زمان ومكان لأن زي ما قلت لحضرتك قبل كده ربنا سبحانه وتعالى لما جه يضع المعاملات في القرآن وضعها في قواعد مرنة قواعد عامة تصلح للتطبيق لكل زمان ومكان بل وتتغير بتغير المجتمعات قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني يقول لك الإيصال الأمانة حرام الشيك حرام الكلام ده ويحرم علينا عيشتنا لا يبقى الرد نعلم أنفسنا وأولادنا نعلم أنفسنا وأولادنا الرد إن ربنا جمل كل ده في آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. حلقة النهارده حلقة مش معادة حلقة يجب برضو نتكلم في أمر ظهر على الساحة جديد. الأمر اللي ظهر على الساحة جديد النهارده يقول لك عايزين نعاقب الزوج مش عارف بعقوبة الحبس عشان مثلا ضرب زوجته معانا معانا اتصال يا احمد طيب اتفضل يا استاذ عصام معانا اتصال اتفضل يا استاذ عصام استاذ عصام طيب اتفضل يا ابنو. شاكرين يا عصام اعود لصال يا ابن شاكرين فالنهارده يا اخواننا هنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه الجديد اللي كل شويه يعملوا قانون احوال شخصيه طبعا بطمن حضراتكم ان قانون الاحوال الشخصيه المصري طبعا كله شريعه في المواريث في الزواج في الطلاق في الامور دي كلها كلها من شريعه الله سبحانه وتعالى. مع اختلاف المذاهب فاحنا بناخذ بالراي الراجح في مذهب الامام ابي حنيفه النعمان. والامور احيانا في الشريعه لها امرين ولها رايين ويختلف الراي وده صح وده صح. فلا انتقد من اخذ بهذا الراي ولا احيي من اخذ بهذا الراي. ولا اتطاول على علمائنا وعلى أظهرنا وعلى اساتذتنا. اللي بيفتي يا اخوانا خد فتواك من ازهرك الشريف من اهل العلم ما تسمعش الواحد يدعي العلم جاهل ويتكلم في شؤون لا يعلمها او ينتقد شيخ من مشايخ الازهر الاستاذ الدكتور فلان درس وعلم أو وحفظ أو وامور أو كتيره جدا تيجي انت تقول له لا رايك صح ولا راي مسيس ده كلام هدفه زراعه البلبله وعلم الاستقرار في النفوس لكي لا يكون هناك اطمئنان وينالوا من هذا المجتمع لكن والله لن يفلحوا نحن بصدد اعداد قانون احوال شخصيه جديد سمعنا نائبه في البرلمان طلعت تقول لك انا هنعمل قانون يعاقب الزوج بالحبس حاجه خاصه يعني يعاقب الزوج بالحبس لو ضرب زوجته طب وانت نسيتي برضه لو الزوجة ضربت الزوج مش هتعاقب برضه بالحبس؟ الإسلام يا إخوانا عظم من شأن المرأة يعني جعلها تاج فوق الرؤوس المرأة مش نص المجتمع زي ما بيقولوا المرأة دي كل المجتمع بها تنصلح المجتمعات هي الأم والأخت والزوجه هي رقيبك في البيت هي من تنشئ هذا الجيل امهاتنا العظام في الماضي ما اعتقدش ما كانوش بالدلع الزايد اللي احنا فيه ده بالامر اللي وصلنا اليه ام الدكتور احمد زويل الفاضله ام الدكتور مجدي يعقوب العلماء وما اكثرهم تالي كان جيل مش الجيل اللي احنا فيه دوت لكن لكل امر ولكل حد وربنا سبحانه وتعالى وضع حدود ومعانا اتصال ايوه السلام, عليك. السلام, السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا فندم الله يخليك يا باشا شكرا يا باشا انا اللي كلمت حضرتك يوم الاثنين اللي, اللي, فات وقلت لك على القايمه اللي هي في الناقض القايمه اللي في الناقض ايوه ايوه جبتها لك يا حبيبتي كلميني بعد الهوا وجبت لك الاجراء اللي تم فيها بس معلش الاجنده مش قدامي كلميني هديها لك متشكرين يا حبيبتي فقانون الاحوال الشخصيه الجديده يا أخواننا والله ما محتاج قانون لان لو صلحت النفوس وبنيت البيوت على السكينه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في بيوتنا وفي امر الزواج والله ما احتاجنا اصلا لقانون والله ما احتاجنا اصلا لتوثيق الزواج وعلى فكره ما فيش حاجه اسمها زواج عرفي وجواز في الدين الاصل في الزواج أنه هو عرفي بس مش بالالفاظ اللي انتوا بتاخدوها دي احنا امام زواج موثق وزواج غير موثق ده الامر لكن اي من الزواجين اكتملت شروطه الشرعية فهو زواج صحيح طبعا محرم من الزواج السري العيال يعني الخيبة اللي في الجامعات زوجين نفسك زوجتك نفسي ويلطوا أهليهم بالعار ده اللي اسمه حرام ده اسمه الزواج السري لكن إذا ما بنيت البيوت على ما قاله الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه والله لنصلحت الأحوال تعال نتكلم عن أمهاتنا من خمسين سنة كانوا ايه؟ ووصلنا للحال ده ليه؟ ما كانتش المشاكل دي موجوده ابدا بالكم ده. المحاكم يا أخواننا مكتظه بقضايا عديده من قضايا الطلاق وعلى مسائل هيفه. لكن قبل ما تتزوج عشان ما نروحش في مشاكل قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: تخيروا لنطافكم فان العرق دساس. بامر معروف. اظفر بذات الدين تربت يداك تنكح المرأة لثلاث دينها وجمالها ومالها قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني ايديك بقى مش فيها تراب تربت من التبر اي وكانك مسكت الذهب ودي, ودي ودي نعمه من الله سبحانه وتعالى ان يمنح الزوج زوجه من هذا الامر زوجه بهذا الشكل تراعي حدود ربنا في الزوج والزوج يراعي حدود ربنا في الزوجة مش أن يخرج كل منهم الأسوأ في الآخر انفرط العقد ضاعت البيوت ضاعت العيال ما كانش من خمسين سنة يا أخواننا حاجة اسمها أطفال شوارع ماشيين أطفال الشوارع نتاج أب فاشل وأم فاشلة والله ويسؤلوا أمام الله سبحانه وتعالى سؤال عظيم على النعمة اللي اعطاها لهم ونيجي نتكلم في في قانون الأحوال الشخصية الجديد يا أخي يا أختي اصلحوا من شخصيتكم ينصلح قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية المصري عشان تطمئنوا وعشان البرنامج كله من شرع ربنا وزي ما قلت لك بياخذ من المذهب الراجح في مذهب الامام ابي حنيفه النعمان في زواج في طلاق عفوا في مواريث في الامور دي كلها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه تسكنوا اليها سكن يعني اطمئنان لكن ما يحدث على الساحة حتى من أول ما يبدأوا في الزواج والله أدخلوا الشيطان. ربنا قال لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ربنا سبحانه وتعالى بيكره المسرفين. ربنا وصف المبذرين بإخوان الشياطين. إيه علاقة الكلام ده بالجواز؟ يبدأ الزواج بسفه من أب وأم. أمور بيحطوها والله في المنقولات ولا يستعملوها الحج النيش اللي موجود في كل شقة بتهالي ما بتفتحش يعني الحاجة جت اترصت محطوطة وللأسف بتطلع في حالة واحدة بس في حالة الطلاق لكن بتفرجوا عليه ضيقوا على الناس ضيقوا على العرسان ضيقوا على الزوجات ضيعوا الاب والام وتيجي الغارمات، انا على فكره مش من انصار قصه الغارمات دي اللي راحت داينت نفسها بايصالات امانه عشان تجيب لبنتها الميكروويف والشاشه وال وحاجات هايفه والكاتشن مش عارف ايه عشان ايه الكلام ده؟ يعني على قد الحفك مد رجليك وتستقيم الامور التبذير لما ياخد حاجه على اكثر من احتياجي او اكثر مما احتاج بذرت بيت من اخواني اسرفت بيت من إخوان الشياطين بدا الزواج بهذا الاسراف بدا الزواج بهذا السفه بدا الزواج بام هتقف في الفرح تسقف حبتين وعارفه ان الديانه هيجولها الكلام ده عشان ايه فنزعت البركه نزعت البركه حتى في اختيار الزوجه رجل يذهب لسيدنا عمر يشتكي ان ابنه لا يبره يشتكي عقوق الابن سيدنا عمر جابه سيدنا عمر جاب نعم يا معانا اتصال استاذ محمود اسيوط اتفضل, اتفضل يا ايه محمود ايوه يا دكتور اتفضل يا حبيبي طبعا خطباء المكافاه خطيب المكافاه من 2012 مكافاه ايه يا محمود المك... خطيب بالجمعة يعني اه انت كنت شغال فين يعني طيب؟ شغال في جامعة في مركز ساعة سليم شغال في ايه؟ انا بخطب في جامعة في مركز في قرية اللوبة اه يا حبيبي اتفضل اتفضل بخطب في مسجد في مسجد ال باللوبة طيب ب... بالمكافأة؟ بالمكافأة واللي هي من 2012 من 2012 وما تثبتش ولا حاجة لغاية دلوقتي؟ انت خريج ايه يا محمود الو طب اتصل تاني يا محمود واشكرك ومنتظرك عشان نشوف مشكلتك ايه, إيه فخلاص يا اخوانا بالقياس اهو بدا الزواج باسراف دخلنا شياطين خلاص في اسراف ملوش اي لازمه تبدا المشاكل الزوجيه ونتكلم على قايمه المنقولات وينقلب الاتنين بتوعه لقمه صغيره مش عارف تكفينا وعش العصفوره مش عارف ايه اعداء وبيكيلوا البعض بالمكاييل وقد افضى بعضهم الى بعض ده ربنا في القران اتكلم عن الميثاق الغليظ في امرين بس تعبير كلمه الميثاق الغليظ الميثاق اللي اخذ على الانبياء لو أرسل محمد وأنت يا موسى تدعو أو أنت يا عيسى تدعو أو أنت اترك دعوتك واتبعه ده اسمه ميثاق أخذ ميثاق الزواج وجعل بناء ميثاقا غليظا ربنا سماه بالميثاق الغليظ اللي ضاع لأن اتنازعت البركة بينقلبوا أعداء على أمور تافهة وهيفة وسوء خلق وعدم احترام إذا البيوت بدأت باحترام متبادل ما بين الطرفين وكل واحد عرف ما له وما عليه استقامت الأمور لو الزوجة بصت لحالها ومبصتش للأعلى منها أو ضغطت على الراجل ده عشان يجيب فوق طاقته اتقي الله فيه اتقي الله في ابو ولادك يا اخوانا احسن احسن اتنين خدامين لعيالهم في الدنيا الاب والام نعم من اسيوط تفضل مين يا احمد استاذ حسين مع حضرتك اتفضل استاذ سامح اتفضل يا استاذ اهلا بيك يا حبيبي اتفضل, أتفضل بالنسبه لموضوع خطبه المكافاه اللي اتكلم فيه الزميل من شويه ده اه اه يا حبيبي خير وما, ك... وما كملش يا فندم ايوه خير خير بس النظام برضه، أنا خريج 2001 ولحد الآن لا في تعيين ولا في أي حاجة وبخطب على المنبر من أنا وعندي 14 سنة. ما شاء الله، أنت خريج إيه خريج إيه يا أستاذ سامح؟ أصول دين أصول دين ودعوة إسلامية يا فندم. ما شاء الله، ومت... ومن 2001 20 سنة ما فيش تعيين ولا حاجة؟ ما فيش تعيين يا فندم ولا فيش مسابقات وبنروح المسابقات وما فيش أي جدوى منها. عشان تدخل المسابقة لازم تكون حفظ القرآن كله. ومفيش أئمة من الأئمة اللي شغالة حفظ القرآن أساسا عشان يحفظ طب بص يا سامح أيوة فندم كلمني بعد الهوى وهقول لك تعمل إيه في مشكلة التعيين دي في ال 20 سنة اللي أنت بتتكلم فيها يا ابني دي كلمني وأديك رأي إن شاء الله تعمل به بإذن الله ولو تعرف زميلك التاني برضه خليه يتصل وعلى فكرة يا إخوانا بنجدد العهد مع حضراتكم أي اتصال بنستقبله بصدر رحب اي وقت كلمني بس ارجوك بعد صلاه المغرب من كل يوم اي استفسار اي امر قضايا غير القادرين نتولاها لوجه الله ف لو اخترت زوجتك الاختيار الصحيح المسائل انتهت نسيت اكمل لك الراجل اللي كان بيعق ابوه مفيش بر اشتكى لسيدنا عمر استاذ رمضان معانا اتصال يا ايوه استاذ رمضان بوي. ايوه استاذ رمضان انا بتكلم معايا سيادتك في قانون الاحوال الشخصيه ايوه حبيبي اتفضل هو ادلوك <applause> قانون الاحوال الشخصيه ده هو يعني مش عاوز يتغير ساعتها ماله؟ واحد قانون الاحوال الشخصيه مش عاوز يتغير حضرتك يعني مش سامع رمضان قانون الاحوال الشخصيه ماله يا ابني قانون الاحوال الشخصيه ماله؟ اللي هو الجديد دوت ماله؟ انا باخده فيه وبشحبه كده و من ناحيه ايه يا 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 رمضان انت شايف في ايه؟ من ناحيه الحضانه ومن ناحيه اي حاجه ومن ناحيه الاستضافه ومن ناحيه الرؤيه ومن ناحيه كل حاجه والله ده كوارث يا ابني طبعا هعلق لك يا ابني على الكلام ده ونشوف الدنيا تمشي زي حاضر هنتكلم متشكرين رمضان فيا اخوانا دي مقدمه لو الدنيا صلحت والامور طلعت على ما يرضي ربنا استقامت الامور واستقامت البيوت لكن يا معالي النائبه اللي طلعنا في البرلمان عايزه تطلعي قانون خاص يعني يجرم ضرب الزوج لوحده طب وسعادتك لو لو الزوجه كانت اكثر افتراء على الراجل وضربته مش معنى يعني هو النواب اختاروكي او حتى لو كنت معينه عشان تتخش تخص فئة الرجال بقصة طبعا الكلام ده غير قانوني كلام ده غير قانوني معانا اتصال اتفضل أستاذ سامر اتفضل السلام عليكم سلامة سلام الله سلام. اتفضل يا تامر ساعة تخش مستشار. اتفضل يا حبيبي اتفضل دلوقتي يا ريس انا عايز اسأل سؤال اتفضل الخلع ده حلال ولا حرام؟ الخلع اه ماشي وايه تاني؟ اللي مطبق دلوقتي حلال ولا حرام؟ طيب دلوقتي الزوجه اللي تتخلع بالقانون ده بعد... خلعه حلال ولا حرام؟ طيب يا تامر وبعد كده ايه تاني؟ وبعد كده الحضانه والرؤيه حاضر واطفالنا اللي متحرم منهم اه يا ابني والله ماشي يا سامي ماشي. مين؟ يرضي مين؟ يرد مين؟, يرد مين. طيب. انا عندي طفلين يا ريس طفلين طفل تفلي معايا وطفل مع الام يرد مين اللي الاطفال تتحرم من بعضها؟ لعنه الله على الظالمين آه. بس يعني اطفال محرومه من بعضها أطفال بيشوفوا بعضهم في الرؤيه كل جمعه ساعه ونص ولا ساعتين آه. يرضي مين ما يرضيش حد يا ابني والله والله العظيم ده منتهى الظلم ومنتهى الجحود للعيال ان يبقى اخين ولا اختين ولا اخ واخت وشو بعض ضيوف ده بيطلعوا الرؤيه بنشوف فيها اطفال في بالبامبرز اطفال بالبامبرز بتيجي الرؤيه اه ما بيجو يب... في جو في جو ما يعلم بها الا ربنا. آه ما سواء يب... يب... آه. في برد او في حر او في صيام. آه. مين اللي يرضي مين اللي يرضي كده؟ ما هي بتغيظك بقى والضحيه والعيال. الضحيه النعمه اللي و... ربنا سبحانه وتعالى هي هيحق... هيحاسب و... عليها حساب شديد. والاب الاراجوز بيجي يتفرجوا عليه؟ يعني الاب دلوقتي بقى اراجوز بيجوا يتفرجوا عليه؟ اه. معاك يا ابني والله. وامر مدمر لنفسيه الطفل. هجاوبك يا تامر هل... ماشي هجاوبك موضوعك ماشي مع القصه. ايه؟ هجاوبك يا متشكرين يا ابني أه يعني صوته راجل محروقه المهم يا اخوانا فلو يعني حسن الاختيار وبدانا بدايه طيبه وبعد الشيطان الامور تستقيم بعدنا عن الاسراف الامور تستقيم الام علمت بنتها حقوق الزوجه الامور تستقيم حقوق الزوج الامور تستقيم الزوج عرف حقوق زوجته الامور تستقيم لكن ندخل في هيفات والهانم تطلب فوق طاقه الراجل او راجل يطلب فوق الكلام ده كله دخلنا الشيطان واتفرقت القصه خلاص الموضوع, الموضوع كبر تيجي الهانم نائبه البرلمان تقول لك يعني بتزود الطين بله كمان يعني الراجل لو انفعل على زوجته او طبعا مبدا الضرب ده امر مرفوض شرعا وقانونا اه في قصه التاديب في قصة تأديب في الشرع لكن مش بالشكل بتاع فتح عين ولا ضرب لكن أحيانا في زوجات بتخرج زوجها عن إطاره الطبيعي أيوة أستاذ مصطفى معانا اتصال مصطفى اتفضل أيوة يا أيوة مصطفى اتفضل يا حبيبي اتفضل أنا مع سيادة المستشار معاك يا حبيبي اتفضل يا سيادة المستشار السلام عليكم السلام الله وبركاته ممكن ممكن سعادتك بس اسال سيادتك سؤال بخصوص وصلات الامانه اتفضل عمي تفضل. يا اتفضل لو سمحت يا فندم انا أنا. انا انا يا مصطفى التلفزيون وطى التلفزيون يا و... مصطفى و... و... يا سياده المستشار انت وطى التلفزيون وط التلفزيون ماشي حاضر يا فندم وط التلفزيون ايوه يا فندم اي ايصال اص... امانه اه اتفضل انا خدت على انا انا بحكي قطعه ارض وخدت على وصولات امانه واشتكيتها ما سبتنيش بالفلوس انت خدت مين؟ ولغايه دلوقتي بقالي خمس سنين سنين شافي ما جاليش اي اخبار عنه انت خدت ايصالات امانه على حد يعني واشتكيته؟ اه كان واخد مني قطعه ارض يا فندم وخدت حكم والكلام ده ولا نفذتوش ولا ولا عملت فيه ايه؟ وخدت حكم يا فندم عليها هي وهو اه طيب خلاص انت انت من اي بلد؟ انا في المنوفيه يا فندم طبعا خلاص خلاص خلاص, خلاص يا حبيبي انت هتروح عندك وحده تنفيذ الاحكام في مديريه امن المنوفيه بتاخد صور رسميه أيوة. صور رسميه من الاحكام دي وبتروح تقدمها هناك خدت بالك وتشوف اي عناوين يحتمل وجودها فيها يعني اي عناوين يحتمل وجودهم عشان ما يفوتش يا ابني ثلاث سنين يسقط الحكم فحاول وجاهد على حقك ما كانش اطلع القاهره الاداره العامه لتنفيذ الاحكام في الدراسه جنب كلية الشرطة القديمة. قدم الكلام ده كله والناس هناك فوق الاحترام. وبيسعوا ان هم ينفذوا الامور دي كلها. وبخاصة لو كان الحكم هيقرب يسقط. فده يا اخوانا قصة الزواج وقصة ما يحدث في بيوتنا والشرع طبعا رفض الامور دي تماما. الله سبحانه وتعالى في القرآن لما اتكلم على الكتابة في الدين وإثبات الدين والكلام ده كله طلب حاجة بس واحدة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربك، يعني هو عايز منك دي بس اتصال اتفضل ألو أيوه ألو أيوه معاك اتفضل يا ابني اتفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا المستشار اتفضل معاك اتفضل يا ابني اتفضل بعد إذنك بس يا باشا أنا كنت جاي تكتب شيء وعليا اشياء و... 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 وطي وطي التلفزيون شويه بعد اذنك التلفزيون اسمعني من السماعه اتفضل بعد اذنك انا كنت جاي المكنه توك ط... توك وعليا اشياء طيب ماشي والشياك و... دي مرفوع عليا شياك ولا صلاة امانه؟ <applause> ما صلاة امانه اي ماضي يعني ماشي شيك يعني اه اه و... وعند كرب برضك واحد صاحبي كنت ضامنه وبتاع وهو مش راضي دلوقتي، ايه الدنيا بقى هنعمل ايه الوقت انت ضامنه بيه ولا ضامنه ازاي؟ ضامنه جاب شيك ب 40,000 وانا بيه. ايصال 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 الاصال انا كنت ماضي كده عادي بينا وبين بعضنا على بياض يعني والكلام ده زي Reason... كده يعني؟ اه 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 على بياض طيب يا حبيبي كلمني بس بعد الهوا عشان اقول لك هتعمل ايه؟ هقول لك هتعمل ايه قصه اصابات الامانه ديت واقول لك الدنيا تمشي ازاي كلمني يا ابني بعد الهوى او كلمني بكره بعد المغرب لو ما لحقتنيش إيه كان عندنا تامر بيسال إيه الخلع حلال ولا حرام لا يا تامر ده الخلع ده شرع ربنا الخلع ده اقر الشرع لو تفتكر زمان إيه كانت الزوجه تيجي تتطلق كان شيء من المستحيل يعني حتى السينما المصريه عالجت الامر ده في في ايه كان فيلم زمان كده مش عارف بيسموه ايه سموه يا احمد كان فيلم ايه كان فيلم اريد حلا او حاجه زي كده فلما ارادوا ان هم ينصفوا الزوجه رجعنا لشعر ربنا فالخلع ده يعني سبيل من سبل الطلاق سبيل من سبل انهاء العلاقه الزوجيه بتقدر الزوجه تستطيع ان هي ترفع على الراجل دعوه خلع وترد له ما اخذته اللي بنسميها باللغه العاميه تبري خلاص كده لكن يا ابني لا شرعي وده الامر اللي انصفت به بعض الزوجات من بعض الازواج الظالمين اللي كان بيعذبها في قصه الطلاق لكن الحضانه والرؤيه بالرجل والله يا اخوانا لمس لمسه طيبه جدا خطيره بتحصل في اتصال اتفضل ايوه السلام عليكم سلامة الله ازي حضرتك يا كمان المستشار انا بيك يا ابني اتفضل والله احنا عندنا اختي جوزها اتجوز عليها اه وطلقها غيابي والجوز على عزالها ومش عارفين نوصل معاها الحل كان في قايمه ولا حاجه كان في قايمه وشاكين بالقايمه واخدين حكم ومش عارفين ننفذ الحكم في عيال ولا حاجه يا ابني في بنت اه في بنت صغيره وبترضع لبن صناعي ومش عارفين ناخد منه اي فلوس خالص رفعت دعوه هو شغال ايه طيب؟ رفعنا دعوه هو صاحب محلات سوبر ماركت كده يعني عنده سوبر طيب طب ما طيب الراجل يعني ما يصور الحال اهوت ايه المشكله في كده يعني؟ ما يصور ما احنا مش عارفين نصور في ايه طيب بص يا حبيب قلبي انت برضو هتروح لوحده تنفيذ الاحكام في المديريه اللي انت تابع ليها وتاخد الاحكام دي وت... وتقول له انا عايز انفذ وتدي عناوينه واضغط بكل ما اوتيت عشان يجيبوه إيه قصه ان هو تزوج على عفشاه في قايمه تحاول تجيبها لان ده ظلم برضه اتجوز ايه يا سيدي لكن ما تظلمش التانية بالشكل اللي انت تتزوج على عفشاه حرام ما يرضيش ربنا ربنا ما يبارك لك نفقه ترفع الراجل عنده محلات اكيد تيجي تحريات ان هو وبنت واحده يعني يتقي الله فيها ولو كلامك صحيح تبقى خساره فيه ان ربنا اداه نعمه زي دي ويلفظها كده روح يا ابني واحدة تنفيذ الاحكام عشان ينفذوا لك الحكم وارفع دعوه على هذا الرجل بكل انواعها ماكل مشرب مسكن كله يترفع فده يا اخوانا ما بيحصل لما بتبقى بتفسد الزمن وتنخرب البيوت ونصل للحاله دي وتيجي النائبه تقول لك هنعمل قانون يجر يعني مش مش يجرم إيه. ما الضرب مجرم اصلا انت ايه؟ يعني هتحط للزوج عقوبه خاصه في الضرب الضرب ده خلاص نظموا قانون العقوبات والضرب له حالات ضرب في شكله بسيط يكون جنحة ضرب في حالة بيوصل لجناية فمش محتاج يا معالي النائبة قانون جديد قانون العقوبات نظم القصة دي لكن اللي انت حضرتك ناسياه لو 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 لو, لو تشابكت الايدي وتبادل الازواج اللكمات بتقال الدنيا خلصت بقى يبقى ايه المطلوب نعم معنا ناصر اتفضل أه السلام عليكم سلامة الله حضرتك انا انا بقالي 10 سنين ويوم بالظبط ما شفتش ثلاث اولاد عندي لا حول ولا بالله لو في الشارع ما اعرفهم لا إيه حول ولا قوه الا بالله العظيم يا رب قصتي قصه كبيره وعامل محاضر واستغاثات وقصه كبيره خالص بسبب القوانين في مصر والله <applause> العظيم انا عندي ولد وبنت وقابلوني في الشارع اقسم بالله ما عرفته ولا هم يعرفوني الولد ماشي عنده سنتين واربعة اشهر دلوقتي عنده 12 سنه ونص قسما بالله ما اعرف ولد وبنت وفي البنت الكبيره من سنتين شفتها أنه واحده في الدراسه في المدرسه واتدمرت لا حول ولا قوه الا بالله يا رب ايه ده دي ايه الجرم ده اب يقعد عشر سنين ما يشوفش عياله يا ظلمه ده لو كان هو السوء نفسه بيمشي على الارض لو هو كان يعني مش مش هو سيء ده لو هو كان نفسه السوء اللي ماشي على الارض ده لو كان يعني من افظع خلق الله يحرم ان يشوف عياله والعيال تحرم تشوف ابوهم انت كده تخش الجنه بقى صح كده تطلع ربنا تقولك اه ده انا عملت الصح عشان تنتقم لشخصك ذنب العيال ايه ذنبهم ان انت امهم وابوهم ولو كلمت ناصر على سبب الطلاق من عشر سنين تلاقوا امر هايف لذلك يا اخواننا يعني يعني نهيب بالمشرع المصري واحنا في دور انعقاد جديد يا اخواننا عدلوا قانون الاحوال الشخصيه يعني احنا محامين في المحاكم وشايفين الواقع المر اللي القانون بيتحط بعيد عنه البرلمان مش النائبه اللي تحط لي قانون عشان الراجل اتحبس كمان طب اتحبس يا سياده النائبه والعيال اتدمرت كده انت حضرتك يعني انتصفتي الى المراه ايه ده المشرع يجب يا اخوانا اقعدوا مع المحامين انزلوا رولات المحاكم شوفوا ارض الواقع زوجة انفصلت خالت عيالها عشان معاها سن الحضانه اللي بقت 14 سنه بدعوه ان الام هي اللي تصلح للطفل وشؤون الطفل اه طبعا ده كلام شرعي وكلام جائز بس مش كل الاحوال يا سياده المشرح مش كل الحالات بتبقى بالشكل ده كما أن هناك أزواج سيئين فهناك زوجات أسوأ فالمشرع يجب يوائم ويضع فوق الكلام ده كله مصلحة الأطفال والعيال يحطها فوق كل اعتبار يشوف العيال دي أصلح مع مين فيهم والله وليجري تحقيق لأن أنت معاك نفت جيل طالع يا صالح يا فاسد يا ولاد بيوت مستورين يا ولاد تحت الكباري عشان سياده النئابة بتطلع لي قانون لو ضرب مش عارف ايه والضرب واحد اصلا يعني ضرب جريمه خلاص قبل اتصال خلاص تبادلت اللكمات وخلصت القصه انهار الاحترام انهارت كل القيم الموضوع انتهى بالفم المليان المشرع المصري بما يوضع من قوانين خاصه بالحضانه والرؤيه انت والله ما دمرت الاسر المصريه لان قوانين ما بتتفقش اه طبعا الشرع فيها والدنيا طبعا ما فيش فيها اي كلام عشان ما حدش برضه يعني ينفذ هذا الكلام على الحلال والحرام لا شرع لكن النهارده تنظيم الحضانه وتنظيم الرؤية وتنظيم الأمور دي كلها أب يقعد 10 سنين ما يشوفش عياله 10 سنين عشان بتغيظ له يقول لك أقابل بنتي مش هعرفهاش معنا اتصال ألو ألو أيوة رضا أيوة أيوة زرد عليكم السلام ازيك يا فندم عامل ايه؟ الحمد لله يا ابني اتفضل انا بحيي حضرتك يا فادي انا ما عنديش شوال ولا اي حاجه المجلس بحيي حضرتك على كلام بعض حضرتك بس ايه يا حبيبي ايه؟ بحيي حضرتك على الكلام المحترم ده سعادتك بس يا حبيبي يا ابني الله يحييك متشكرين, متشكرين, إن متشكرين يا رضا متشكرين يا ابني الله يبارك فيك يا فندم الف شكر يا فندم وربنا يزيدك علما يا رب يا ابني الله يسعدك متشكرين يا رضا يعني هو يا اخواننا رضا بيشكر لانه كلام يمس الواقع والله لا انتمي لجنس الرجال او متعصب عشانهم والله بنتعصب برضه للزوجه ونتعصب للظالم اللي اتجوز على عفش البنت واتجوز و... 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 عليها ورمى التانيه هي وبنتها يبقى الامر مش محتاج يوضع له قاعده جامده كل حاله تدرس امام القاضي يشوف مصلحه العيال مع مين يعني الامور بتاعت الشؤون الاجتماعيه والامور وال... 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 النفسيه اللي موجوده لا تفعل اكتر من كده والله ما في مانع ينزل البيوت والشارع والحارة ويسأل العيال دي تصلح مع أبوهم ولا مع أمهم تصلح مع ستهم ولا مع غيرهم ومعنا مدام هبة أيوة هبة أيوة أيوة ست المستشار بعد إذن حضرتك دلوقتي أنا زوجي توفى وأنا عندي يعني عنده ممتلكات كتير أنا ما اعرفش أحصل هويه كل الأوراق والمستندات عند مراته الأولانية اللي هي أم الولاد زوجته يعني زوجته الأولانية؟ آه طب الحاجات ألو؟ طيب <applause> الخط أقرب <أعبر. تصفيق> طيب اتصل يا بعد بعد الهواء بالأرقام الموجودة يا بنتي. اه فهذا فده يا إخوانا الواقع المر ويطلع جيل مدمر جيل فاشل تيجي الزوجه المكتب وقلب على الراجل تقول لك انا عايز اطلع عين اللي جابه ابوه والجيران واللي يعرفوه. البيج يقول لك عايز ادوخها <applause> عفوا السبع دخات. طب وانتم مجوزين كده وانتم مخطوبين والكلام الحلو وال... اللي ده الكلام ده خلاص يعني مش موجود انقلب هذا الامر لان نزعت البركه. بضاعة القيم انت ما اخترتش الزوجة الصح برضو نسيت اكمل لك الواد اللي كان بيعق ابوه ايام سيدنا عمر فراح يشتكي هذا العقوق لسيدنا عمر فجاب الابن ليه يا ابني بتعق ابوك قال له يا امير المؤمنين لقد عقني قبل ان اعقه هو اللي عقنا قبل ما اعق قال له ازاي قال له تزوج لي ام غير صالحه يعني اختار لي ام ما تنفعش وسماني جعران اسم وحش فطلع قلب عليه لذلك بس ده مش مبرر يعني ان انت تعق ابوك لا ده موضوع الاب والام والبر والكلام ده كله ده امر ملناش دعوه بيه خالص ده امر ذنب موصول دنيا واخره مهما كان الاب ومهما كان الام هو حسابهم على ربنا عشان ما يبقاش برضه امر تاخده زريعة فلا يفهم من ذلك اختيار الزوجة الصالحة يفهم من ذلك الأبهات والأمهات هاجر مين؟ هاجر, هاجر. أيوز... أهلا 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 يا أهلا بيك أنا زهرة هاجر اتفضلي يا أه... فندم معلش سؤال استفسار بس حضرتك أنا كنت رافعة قضية تبديل دبديل. تمام وبعد كده أخذت حكم من أول جلسة آه. خلال الفترة حضرتك بين ما هو بين أول حكم أول جلسة اللي هو الجزئي والمعارضة عشان يتفق عليه يعني آه آه هو رفع القسم رفع عليا قضيه براء ذمه وكان في معاينه حضرتك معاينه خبراء المحامي بتاعي للاسف يعني حسبي الله نعمل الوكيل ما رضاش يخليني اروح اعاين اتغنيت مع القسم فحضرتك وخد رفع عليا قضيه مدني مستعجل واخدوا حكم بيداع المنقولات دي في المخزن على نفاتي انا بناء على ان انا ما رحتش عينت فاهمني حضرتك سمك. وبعد كده سامعك سامعك في, الم... في جلسة المعارضة حضرتك جلسة المعارضة المحامي بتاعه قدم الأوراق دي إن أنا ما رحتش أعاين وإن أنا يعني دي خدت حكم في المعقولات في المخزن وبعد كده خد خد براءة براءة طبعا جلسة المعارضة أنا ما أعرفش أنا حضرتك المحامي يعني أنا يا ريت حضرتك أنا بترجف تتكلم عن خرق. المحاميين يعني حضرتك أنا اتنين محامين خانوني بسبب بسبب إن القسم بت... بيظبط معاهم في الفلوس ما ما ايه انا ما انا في القانون دي دي يا هاجر دي ما انا عارف يا بنتي دي مش قاعده يا بنتي دي مش قاعده يعني زي ما في مثلا مش قاعدة فساد زمن اه انا بتكلم يعني انا بتكلم ان انا انا ما في القانون وما درستش المفروض انا انا المحامي اللي يقول لي عليه بعمله فهو وداني بالتهيئه فالمشكله دلوقتي حضرتك انا المحامي الجديد اللي انا معاه رفع لي رد مقولات عن طريق الاسره م. فهو كده ماشي صح يعني حضرتك ايوه ايوه, طبعا خلاص ما هو ما هو دلوقتي يا هاجر هو اودع لكي ال 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 المنقولات في مخزن خلاص لسه لسه يعني هو اه قريب هو بعت لي انذار ان هو ماشي خلاص قريب او, أو زمته من في ذمته من المنقولات فخد براءه في في المنقولات فانت خلاص تروح تشوف الكلام ده فين او له انذار او يرفع دعوه رد المنقولات دي كلها وتستلميها يا بنتي انا ايه يعني الاجراء ان انا يعني يعني زي انذار مثلا حاجه اسمها عازمة على الصرف انا عازمه ان استلم منقولاتي هروح اخدها يعني, يعني رزق الحاجه انت منقولات ايوه خلاص ما هو حطهم لك في في في, في مخزن على حسابك لذمتك تاخدهم في اي وقت فخلاص تقول له انا رايح اخد المنقولات بس الكلام ده بانذار عد محضر انذار على يد محضر اه انذار عن طريق الاسره يعني بالظبط حضرتك رد المنقولات رد المنقولات هتنفع في الموضوع بتاعي انا يعني رد المنقولات عن طريق الاسره هتنفع هي لسه الجلسه بتاعتها هتبتدي ايوه ايوه يعني بنتي هتنفع ايوه ده هو انا يعني اعتقد ما كانش لها لازمه قصه قضيه رد المنقولات هو انت هتعمله انذار انا هاخد حص ازاي آه. هتعمله انذار على يد محضر انا انا رايحه رايحه أخد عفشي اللي موجود في في المخزن ده استناني يوم في الساعه الفلانيه وعشان اجيب العربيه تاخد حاجتي ما جاش تعملوا محضر في الاسم تقول الكلام ده كله انا رايح اخد المنقولاتي ما رضاش يجي فبعد ما تعمل هذا الاجراء ما جاش نقدر نرفع الدعوه ونلزم برد المنقولات اللي هي ممكن برضو تقلب تبديد لو ما جابهاش فهمتي برضو كلميني عشان اشرح لك باستفاضه في القصه دي شاكريني يا هاجر أنا يا اخوانا نتاج المشاكل الزوجيه نتاج ست بتجري ورا شوية عفش في المخزن أكيد والله بقوا شوية هلاهيل خلاص وأكيد اتدغدغوا وكسروا الدين باظت لأن كان في شيطان في سوء اختيار عشان تصل الأسر لهذا الحل لهذا الحد نصل إلى ما احنا إليه لكن لو راعينا ربنا في في الزواج راعينا ربنا في بداية الأمر إن ما غلناش في أمور الزواج الأمور مشت بسيطة وكان في بركه وكان في رضا الزوجه تراعي حق الله في زوجها الزوج يراعي حق الله في زوجته في مقومات اساسيه في الحياه تلاقي مشاكل هائفه الرجل قائم بكل أموره الزوجيه بيت راجل وتيجي الهانم تقول لك اصلا ما بيسمعناش كلمه حلوه اصل ما بيقولوش كلام حب حب ايه يا ستي وكلام حلو ايه اه طبعا امر مطلوب لكن لو الراجل ما بيتكلمش شايف اموره ولا الحياه واخداه عشان يوفر لكم عيشه كريمه والدنيا جايبه اخرها معاهم ومطلع عينه برد حر وسعادتك نايمه للظهر وعايزاه بقى يرجع من شغله وراجع كفران استغفر الله العظيم يا رب يخش يلبس بدله قيس ويقول لك شعر قال الأمر مطلوب أه بس مش بالشكل ده يعني أصل ما بيقوليش كلام مش عارف إيه إيه ده والله ده لسوء التربية لسوء أم ما ربطهاش على الصح وإن تراعي الله في الزوج كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راعي ومسؤول عن رعيته الزوج راعي ومسؤول عن رعيته الزوجة راعية في بيت زوجة ومسؤولة عن رعيتها، هتسالوا كلمة مسؤولة هتسالوا على الكلام ده. لكن المشرع المصري كفاية كده بقى احنا بصدد قانون أحوال شخصية جديد. خلاص نعم أنا هكمل هكمل الحلقة الجاية بإذن الله على الموضوع ده اللي مش هنسيبه وفي كلام كتير واتصالات أكتر بيقولوا في الكنترول لكن الوقت أزف والله لن أترك هذا الموضوع حتى أكون مساهم ولو قليل أن تستقيم أسرنا وترجع الأمور للربنا أمر بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نفعكم بما سمعتم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النفوس ويصلح الأسر ويستر أولادنا ويستر بناتنا ويجعلهم صالحين لأنفسهم وأوطانهم وأهلهم يا رب العالمين وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه من أراد بمصر خيرا فوفقه يا رب ومن أراد بها شرا فجعل كيده في نحره اللي ما قدرش يا اخواننا يتواصل يكلمني بعد الحلقه او بكره او صفحه البرنامج موجوده اشكركم وسعيد بلقائكم ونعتذر عن التاخير السابق والى ان القاكم في حلقه قادمه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته